عدد من النخب والقوى السياسية أكدت على أهمية الإسراع في تجاوز الخلافات الماثلة بين المجلس الانتقالي وقوى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الوصول إلى حل وفاقي وسطي لتجنيب البلاد المخاطر والانفلاتات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مخاطر التأخر في الانتقال من مربع السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية تتمدد يوما بعد يوم في ظل مطلوبات أساسية تقتحم حياة المواطنين. تأبى التقدم نحو الأمام لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى بسط هيبة الدولة والخدمات الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجات عاجلة في ظل معاناة متوارثة منذ النظام البائد، وهي مخاطر تتجدد كلما ابتعد الناس عن ساحة الحكومة المدنية بحسب مراقبين. هذا التأخير له الكثير من المخاطر، وخاصة إذا نظرنا إلى هشاشة الوضع الاقتصادي في السودان وهشاشة الوضع الأمني وكذلك الاجتماعي. ولذلك نحن في حزب الغد الديمقراطي بنفتكر أنه يعني أي تأخير أكثر من الذي نحن فيه في تشكيل الحكومة الانتقالية ربما يؤدي بانفلات الأمور. وكلما ابتعد الناس عن الانتقال إلى مربع الحكومة المدنية كلما تعقدت الأحوال الاجتماعية وتفاقمت الجريمة وانتشرت بين المناطق المختلفة في ظل تواجد غير كاف للأجهزة الأمنية، ربما للفراق الدستوري الذي امتد أكثر من 20 يوما، وهو ربما يشكل أكبر المخاطر. طبعا ده أكبر خطأ، يعني الفرق ما بين النظام والفرق ما بين اللا نظام انك انت تاخذ حقك بيدك. والناس اذا بتفتكر انه النيابه والقضاء والشرطه وغيره 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 كلهم الان يعني اصبحوا مسيسين او اصبحوا هكذا، انا افتكر انه كواحد جاي من خلفيه شرطيه وكذا، بفتكر انه العسكري مهما يكون في لحظه من اللحظات عنده القومية وعنده الولاء للعسكرية بتاعته. وتمثل الأوضاع الاقتصادية نقطة أساسية شديدة الارتباط بمعاش الناس، لذلك يناشد بعض من المواطنين بضرورة الالتفات إليها جراء معاناة امتد أمدها بينهم طويلة بقد النظر عن من يتولى زمام الأمور. نحن كمواطنين ما بهمنا يمسك منو ولا يمسك منو، ولا عندنا مصلحة شخصية مع فلان ولا مع علان. نحن كمواطنين بتهمنا مصلحة الوطن جميعا، بتهمنا مصلحة الوطن. يمسك منو دي نحن ما عندنا فيها شغلة، دائرة منو دي نحن ما عندنا فيها شغلة. نحن أكبر دولة في العالم بتمتلك ثروة حيوانية، كيلو اللحمة انسى عندنا 400 جنيه، الواحد بيجي يشتهي اللحمة انه ياكلها في خشمه. من ناحية بتاعت سكر عندنا أكثر من 5-6 مصانع، نحن السكر بتاعنا بيستوردوه برا وبيجيبوه لنا تاني، بيبيعوا لنا أغلى من سعر برا. ومن هنا تأتي الإشارات واضحة المعالم مجمعة على ضرورة الانتقال السريع نحو السلطة المدنية بحسب الكثيرين من المراقبين والمختصين لتجنب البلاد حزمة من المخاطر المتضرر منها المواطن أولا وآخرا.